مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أول أيام هذا المهرجان انطلق في الفترة الصباحية، وخصصت هذه الفترة الصباحية للإنتاج لسن الحقائق، والشلفة الفضية للحقائق البكار الإنتاج ذهبت من نصيب العبور لعبد الله بن سالم بن شعيل، يستاهل، مع المضمر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. نقول له ألف ألف مبروك. يسلم رموزي هذا المساء نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة عبد الله بن محمد الكواري، ألف مبروك يا بن شعيل، يستاهل. أيضا أبو سعيد عوض بن سعيد الوهيبي يستلم هذا الرمز من قاد العبور إلى بر الأمان. أيضا أنجال بن شعيل يحتفلون بهذا الرمز الغالي في أقل المهرجانات، مهرجان سيد الأمير حفظه الله ورعاه. ننتقل حضورنا الكريم إلى الفترة الصباحية أيضا لسن الحقائق الإنتاج، ومع فئة القعدان الخنجر الفضي للحقائق القعدان الإنتاج ذهبت من نصيب القربي لمسفر بن مبارك الشهواني، يستاهل مسفر بن مبارك الشهواني مالك الغربي، من فاز معنا بالخنجر الفضي للإنتاج القعدان لسن الحقائق في الفترة الصباحية. نهنيه ونهني جميع محبين هذا الشعار. أيضا هذا هو رمز الغربي يرفعه أحد الأبطال عاليا، نهنيه ونهني جميع محبين هذا